جدا في اول لحظات افتتاح فخر الاختراع، وده بيدل على وعي الشعب المصري وادراكه بان التعديلات دي لصالحه وانها تمت بشكل ديمقراطي رائع. مجلس منتخب هو اللي اقترح هذه التعديلات وعمل حوار مجتمعي شمل كل فئات الشعب واستجاب لكثير من المقترحات التي ادت الى تغيير في بعض هذه التعديلات، واقر بواسطه مجلس النواب اغلبيه كبيره جدا. واحنا النهارده بنشهد بقى الاقتراع في اول لحظاته، وشايفين كلنا الاقبال الجماهيري، الناس سعيده ومبسوطه. ده دليل على ان التعديلات جت في وقتها المناسب وجت لصالح الشعب المصري ولصالح مصر.